لو احنا عندنا ملف زي ده كده، في ورقة اهو، طبعا الشكل مش لطيف خالص يعني. احنا عايزين ننسقها بشكل حلو. اول حاجة هنعملها هنقف على المسطرة هنا، ندوس دبل كليك، او نقف على المسطرة ندوس دبل كليك. دي هنحط هنا الهوامش، هنا اتنين اتنين اتنين، وهنا اتنين في الاربع اتجاهات، فوق وتحت وشمال ويمين. هخش على البيبر، طبعا هيجي لي هنا ليتر، هخليها اي فور، هختار الاي فور، اي فور اهي، اقول اوكي. دي اول خطوة. تاني خطوة هعلم على الملف كله بالماوس كده، يا اما اعمل كنترول ايه، كنترول زائد ايه. بعد ما علمت هختار هنا حجم الخط 14، نوع الخط هنا. ممكن تدوس على طول حرف الاس، هيجي لك خط اسمه سمبليفايد عربي، ده تقريبا كله بيشتغل بيه يعني. هتدوس انتر، اختار نوع الخط وحجمه. هخش على حاجه اسمها باراجراف هنا، هدوس عليها هنا، دي هتبقى سنجل، خليها 1.2 بيفور، هخليها 8، افتر 8، اوكي. هقف هنا على ال جاستيفايد، هدوس هنا جاستيفايد عشان يبقى الكلام مظبوط. هقف على المسطرة هنا، شايفين العلامة دي، هقف فوق هنا كده واسحب المؤشر ده كده، المؤشر اللي فوق بس مش الاتنين، عشان ممكن الاتنين يتسحبوا مع بعض، ممكن واحد يقوم يسحبه كده. لا، هسحب المؤشر ده كده، يبقى انا كده عملت كل فقرة تخش بداخلها تقريبا 1 سم وشوية. طب هخش على العنوان، او معلم على العنوان، هرجعه تاني من فوق هنا، اوسطنه من هنا، اغير الفونت بتاعه، اختار طبعا فونت يكون اي فونت، طبعا دي عملية زوئية بس هنقول بتي هيدنج يعني، نخليه 18. نخش على الباراجراف اللي هو الفقرة، الفرق بين الفقرات يعني، هخليها هنا سنجل، خليها زيرو، وهنا زيرو قبل وبعد، وأقوم واقف هنا كده وأدوس انتر. ممكن أحط تحت طبيعة الاقتصاد دي، أو أحط تحتها خط هنا حرف اليو كده. هو الملف اتنسق بشكل حلو. ممكن نعمل حاجة تاني، نعمل فريم للورقة، ندوس على ديزاين من هنا، بيج بوردرز، هيتفتح لي حاجة اسمها بوردرز، بيج بوردرز ايه، هختار دي. ممكن انزل تحت اختار اي فريم يعجبك، هنختار مثلا هنقول ده، اخترنا الفريم ده اوكي كده. فاضل ايه، ممكن نعمل ترقيم الصفحة من تحت، ثم عامل انسيرت من هنا، انسيرت بيج نمبرز بوتوم اوف بيج، يعني ترقيم من تحت، تختار اللي تحت دي. ممكن عايزها على الشمال على اليمين، احنا هنخليها في النص. طب انتوا لو تاخدوا بالكم، اول ما عملنا الترقيم جيب الانجليزي، عايزين نخليه بالعربي، اعلم عليها كده، اقوم دايس كنترول شيفت يمين، كنترول، وانا دايس على كنترول ادوس على شيفت يمين، اتقلبت عربي. اعلم عليها واكبرها من هوم، اخلي هنا، اخلي الخط 14. ممكن اعمل حاجه تاني، ممكن لو عامل انسيرت من هنا شيب دايرة، اعمل دايرة عليها، واقوم جاي من شيب فيل او مفرغها نو فيل، واقوم دايس هنا دبل كليك بره، الملف هيتنسق في اقل من دقيقة. ودي كانت معلوماتنا النهاردة، والى اللقاء في معلومة وردية جديدة.